حضراتكم متابعه اخر واهم الاخبار والمستجدات، ولكن من صفحات الجرائد للصحف المحليه الصادره صباح اليوم. ويشرفنا يشاركنا القراءه دكتور اسامه السعيد نائب رئيس تحرير جريده الاخبار. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بك. البدايه من جريده الاخبار والصفحه الاولى منشط رئيسي: السيسي عبر بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقيه. ده طبعا وتصريح لوزير الخارجيه المصري خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للامن. كان يعني وانا بتابع تفاصيل كلمه السيد الرئيس، كمان رجعت الكلمات السيد الرئيس في السنوات السابقه وحديثه الدائم عن افريقيا وعن مشكلات افريقيا. حتى 2019 لما كانت مصر رئيس الاتحاد الافريقي كان من هذا المنطلق. صحيح. انما الان ومصر ليست رئيس الاتحاد الافريقي، وانما من منطلق الرياده للقاره الافريقيه وحرص السيد الرئيس دائما على تنميه القاره الافريقيه. صحيح. يعني خليني اقول لحضرتك اني متفق تماما معاكي، لانه مكانه مصر لا ترتبط بالمناصب الرسمية اللي بتتولاها في المنظومة الأفريقية. مصر هي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية اللي هي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي لاحقا. فمصر إذا جاز التعبير هي من الأباء المؤسسين لمنظومة العمل الأفريقي، وبالتالي أدوارها تتجاوز فكرة تولي مناصب سواء رئاسة الاتحاد الأفريقي أو تولي بعض هذه اللجان. مصر طول الوقت بتتكلم باسم أفريقيا، والحقيقة من 2014 شايفين ان في تحول كبير في التوجه نحو افريقيا. مصر خلال عضويتها لمجلس الامن لو نتذكر دائما كانت تتحدث باسم افريقيا في كل المنتديات، في كلمات الرئيس، في الجمعيات العامه للامم المتحده دائما يتحدث باسم افريقيا، وبالتالي هو تاكيد لمكانه ورياده ودور مصر في القاره السمراء. شفنا كمان كلمه سياده الرئيس في قمه بروكسل في القمه الافريقيه الاوروبيه، ومائده الحوار اللي راسها سياده الرئيس، والحديث بمنتهى الوضوح عن تواضع حجم المعونات والمساعدات التي تقدم لإفريقيا في قضية تغير المناخ، على الرغم من أن القارة الإفريقية هي أكثر المتضررين من أزمة تغير المناخ. أعتقد أنه بالفعل مصر بدأت تضع نفسها في صدارة المشهد الإفريقي، واستطاعت من خلال ثقلها السياسي والاستراتيجي أنها كمان تنقل الرؤية الإفريقية إلى المحافل الدولية، وده شيء مهم جدا. وأتوقع أنه القمة الجاية إن شاء الله، قمة تغير المناخ في شرم الشيخ، هيكون لإفريقيا صوت حاضر بقوة فيها من خلال الرؤية المصرية. وإن شاء الله مصر كمان بتعمل حاليا على تحضير قمة أو منتدى شباب فيما يتعلق بتغير المناخ، منتدى عالمي للشباب فيما يتعلق بتغير المناخ. أعتقد أيضا أن الشباب الإفريقي سيكون حاضر بقوة في هذا المنتدى. استمرارا مع الأخبار، ورؤساء البرلمانيات العربية يدعون إثيوبيا للتخلي عن سياستها الأحادية حول سد النهضة. إشادة مواقف السيسي ودوره في دعم العمل العربي المشترك. رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون تضامنهم مع مصر والسودان في قضية سد النهضة. أكد رؤساء البرلمانات العربية تضامنهم مع مصر والسودان في ملف المائي، وشددوا على أن الأمن المائي للقاهرة والخرطوم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعلى رفض المساس بحقوقهم في نهر النيل وفي القلب منها الحق في الحياة. جاء ذلك في اختام أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي اللي تم عقده في القاهرة يومي الخميس والجمعة، ومشاركة رؤساء البرلمانات العربية أو من يمثلهم تحت عنوان التضامن العربي المنعقد بالقاهرة. قلنا نتكلم على طبعا ملف سد النهضة، ملف مهم جدا جدا الحقيقة. القيادة المصرية أدارت هذا الملف بقدر كبير جدا من الحكمة، من ضبط النفس ومن الحنكة. فإحنا شايفين ضبط النفس ده إلى حد كبير جدا عمل رد فعل مع الدول العربية والإفريقية وعالميا أن هم يكونوا في جانب مصر. لكن الموقف دلوقتي مع إثيوبيا، العديد من المناشدات الدولية والعربية والإفريقية والموقف لن يتغير. صحيح. كيف ترى هذا الملف الآن؟ يعني للأسف الشديد في مقابل الحكمة والحنكة والاقتدار المصري والصبر الطويل على مدى أكثر من 10 سنوات في هذا الملف الحيوي والاستراتيجي، لكن للأسف الشديد في المقابل الموقف لا يقدر هذه الحكمة ولا يقدر هذا الصبر، وبالعكس بيسير في نهجه المنفرد ومحاولة فرض الأمر الواقع على دول المصب مصر والسودان، وعدم الانصياع لكل الالتزامات الدولية سواء في القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية أو فيما يتعلق حتى بالاتفاق الإطاري اللي تم توقيعه في 2015. وأنا أتصور أن إثيوبيا بهذا الشكل الحقيقة بتغامر بكل ما لديها من رصيد في العمل الإفريقي، بتهدد الأمن والسلم الإقليمي، بتضع العالم أمام حالة جديدة وهي تحكم دول المنبع في المياه.
أتصور أن مصر مدركة للأبعاد وتتحرك بهدوء وبحكمة في كل المحافل الدولية. يمكن حضرتك أشرت إلى مؤتمر البرلمانات العربية، والحقيقة هو ده موقف جيد ومتكرر، ومهم أن يبقى عندنا دعم سياسي عربي وإفريقي وإسلامي ودولي. مهم جدا أن الموقف المصري يكون واضح لكل الشركاء في كل المحافل الدولية. لكن الحقيقة عايز أتكلم في جزء مهم، لا يجب أن نكتفي فقط ببيانات الإدانة والدعم اللفظي. الدول العربية لديها علاقات ولديها استثمارات في إثيوبيا ولديها أوراق ضغط بالضبط نستطيع استخدامها. إثيوبيا لن تتحرك ولن تتجاوب مع الجهود الدولية لحلحلة هذا الملف إلا إذا شعرت أن هناك ثمنا سيدفع نتيجة هذا الموقف المتعنت ونتيجة هذا الموقف الرافع. كمان على المستوى الدولي الحقيقة في العديد من العلاقات والاستثمارات الحقيقة الضخمة من العديد من الدول الصديقة هناك بالضبط. وبالتالي على هذه الدول حفاظا على الاستقرار وحفاظا على الأمن الإقليمي وحفاظا على طبيعة العلاقات الدولية الهادئة في هذه المنطقة الهشة، يجب على هذه الدول والقوى الكبرى أن تضغط على أديس أبابا للتجاوب مع الجهود الدولية. احنا ما بنطلبش حاجة مش حقنا بالمناسبة، احنا بنطلب فقط الالتزام بمعايير القانون الدولي. يا دكتور، هل تظن أنه إثيوبيا تدرك أبعاد أو تبعات تمسكها بالموقف المتعنت فيما يخص الاستقرار في المنطقة؟ للأسف الشديد إثيوبيا بتتبع منهج ودبلوماسية اسمها دبلوماسية حافة الهوية، بمعنى أن تصل بالضغط إلى أبعد مدى، أن لا تتجاوب مع أي جهود، وبالتالي هي تختبر قدرتك على الضغط، تختبر مدى ما يمكن أن تتعرض ليه من ضغوط. وطول ما هي ما بتتعرضش لضغوط مؤلمة بالنسبة لها أو ضغوط قاسية تجبرها على تغيير منهجها لن تغير هذا المنهج. وبالتالي هنا دور المجتمع الدولي في استباق الأزمات. لا يجب أن يتقاعس المجتمع الدولي والمنظمات الإفريقية وفي مقدمات الحقيقة الاتحاد الإفريقي اللي أنا شايف لغاية دلوقتي أنه دوره هش للغاية، دوره ضعيف للغاية في هذه الأزمة. لا يجب أن ننتظر إلى وقوع الأزمة وانفجار الأزمات حتى نتحرك لحلها. هناك منهج لابد أن يتم تطبيقه هو استباق الأزمات، وده اللي اتكلمت فيه مصر في جلسة مجلس الأمن، اللي اتكلمت فيه في كل جلسات التفاوض، إنه إحنا بنغلب أواصر الإخاء والتعاون والتفاهم، ولكن في النهاية لا يجب الانتظار أو المضي قدما أو التفسير الخاطئ للصبر المصري على إنه هو ضعف أو استكانة أو عدم قدرة على. حضرتك شايف إن هو برضو بتستخدم هذه القضية ما زالت للضغط أو للتغطية زي ما بيقول على ما يحدث في تجراي، ولا طبعاً الموضوع فعلا نوع من انواع التعنت ولن يحدث اي نوع من الخلخله في هذا الموقف؟ الحقيقه احنا قدام يعني اداتين مهمين بتستخدمهم القياده الاثيوبيه، بتستخدم قضيه سد النهضه في اداتين مهمين. الاداه الاولى زي ما حضرتك اشرت هي التغطيه على الازمات الداخليه. اثيوبيا تواجه مشاكل عرقيه ونزاعات داخليه كبيره بين العرقيات المختلفه، وبالتالي القياده الاثيوبيه تحاول ايجاد قضيه يلتف حولها المواطنون حتى يعني تغيب بعض الشيء القضايا الداخليه والنزاعات الداخليه. ده جانب. الجانب الثاني يبقى في قضايا قوميه بالظبط، ده جزء. الجزء الثاني هو دائما، وده الحقيقه نهج لم تبداه هذه القياده الاثيوبيه الحاليه ولكن بدا مع ميليس زيناوي منذ عقود، وهو فكره تسييس السدود ومحاولة إيجاد مشروع قومي ضخم يوجد مساحة للتأثير في إثيوبيا في المساحة أو في المنطقة الأفريقية. وبالتالي هو اللي بدأ هذا التسييس لقضية المياه، وبدأ يستخدمها كنوع من أنواع مغازلة الشعور القومي لدى الإثيوبيين، بحيث أنه هو يغذي أحلام التنمية. ودايما كان بيتقال لهم إذا كان البترول استطاع أن يغير الحياة في دول الخليج، وبالتالي إحنا نستطيع من خلال المياه نغير الحياة. وبالتالي أعتقد أن ده خطاب شعبوي، خطاب بيحاول اللعب على غرائز وعلى طموحات وأحلام المواطنين دون إدراك الأبعاد الاستراتيجية الخطيرة لهذا الكلام. وبالتالي للأسف الشديد القيادات الإثيوبية المتعاقبة أساءت استخدام هذا الملف ووظفته سياسيا بشكل خاطئ ولم تدرك الالتزامات الدولية الموجودة. احنا مش علينا ان احنا زي ما نقول كده ندق ناقوس الخطر بالنسبة لكل الدول المصبة على مستوى العالم، ان ممكن ده يكون نهج بعد كده لدول المنبع. اشكرك على هذه النقطة، لانه الحقيقة الدعم العربي لما بيبقى موجود لملف مصر او للقضيه المصريه السودانيه فيما ازمه سد النهضه، الحقيقه مش دعم لمصر والسودان بس، ده دعم لقضيه عادله تعاني منها الكثير من الدول. احنا عارفين ان العراق وان الاردن وان فلسطين وانه دول كثيره جدا تعاني من هذه المشكله، مثلا مع تركيا لانه دول انهار كثيره بتنبع من تركيا وهناك مشاكل كثيره فيما يتعلق بتقاسم حصص المياه. كثير من دول المصب في العالم تعاني من هذه المشكله، لكن الحقيقه لا يوجد استغلال سياسي وتأزيم للملف مثلما شهدنا في ازمه سد النهضه. وبالتالي للاسف الشديد موقف مجلس الامن كان موقف
ضعيف في بعض الأحيان لأنه لا يريد فتح كثير من هذه الملفات. ويمكن ده الجزء اللي ركزت عليه إثيوبيا في خطابها اللي هو أنتوا هتفتحوا على نفسكم أبواب الجحيم إذا فتحتوا هذا الموضوع. لكن أعتقد أن هذا الملف لابد أن يفتح، لابد أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي، وإلا سنواجه صراعات مياه حقيقية مش بس في القارة الإفريقية، في كل قارات العالم. طيب انتقل مع حضرتك إلى جريدة الوطن. شعراوي وزير التنمية المحلية: توطين التنمية في الصعيد خلال 3 سنوات، أنجزنا 3589 مشروع في إنا وسوهاج بتكلفة 9.5 مليار جنيه. يمكن الخبر بيركز أكتر على محافظات الصعيد، إنا وسوهاج، لكن الحقيقة ده حصل في كل محافظات الصعيد. بنتكلم على مشروعات موزعة على صرف صحي، طرق ونقل، تغطية ترع، وتنمية اقتصادية، وكمان بنتكلم على مش بس البنية التحتية يعني، لكن بناء الإنسان، تمكين الشباب وتمكين المرأة تحديدا، لأنه كان من الأمور الفارقة جدا في مع أهالي محافظات الصعيد أنها كانت محافظات مهمشة طاردة للسكان. دلوقتي بقى في إتاحة لفرص عمل. وليه بخص بالذكر المرأة؟ لأنه كنت لسه منذ قليل قبل ما حضرتك تشرفنا بتكلم على العصر الذهبي للمرأة المصرية في عهد السيد الرئيس. صحيح، يعني أنا عجبني الأول مصطلح توطين التنمية، وده إشارة واضحة إلى أن التنمية ليست مجرد موجة هنقوم بتنفيذها وتنتهي، لا، ده توطين للتنمية. التنمية بالضبط، التنمية نهج مستمر ومتواصل وعلى مدى طويل الزمن أو على المدى البعيد. فده مصطلح مهم جدا يجب أنه دايما نخليه في وعينا وفي إدراكنا، لأنه مسألة التنمية وخاصة تنمية الصعيد ليست مجرد موجة وهتنتهي، لا، احنا بنتكلم على توطين للتنمية. الصعيد الحقيقة في خطة التنمية الاستثمارية للحكومة خلال السنوات الأخيرة استحوذ على ما يقارب 1/3 هذه الميزانية، وده الحقيقة تغير غير مسبوق في كل خطط التنمية على مدى التاريخ. يعني الصعيد كان دائما مهمش، كان دائما فقير. احنا بنتكلم على محافظتين لو نراجع الدراسات السكانية ونراجع الدراسات والتقارير الدولية من أكثر المحافظات فقرا في مصر، قنا وسوهاج. احنا بنتكلم النهاردة على استثمارات بما يتجاوز 15 مليار جنيه، بنتكلم على مناطق صناعية، بنتكلم على مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، بنتكلم على تنمية للبنية التحتية، مياه شرب، كهرباء، مدارس، مراكز شباب، طرق، بنتكلم على حياة جديدة، حياة كريمة حقيقية بتقام في هذه الأرض. وأنا أعتقد أنه رأس الحربة في التغيير، أي تغيير اجتماعي، هو المرأة والشباب، لأنه في النهاية احنا بنتكلم على كتلة سكانية عدد كبير جدا، يعني أكثر من نصف هذا المجتمع. بنتكلم على هذه الكتلة القادرة على تغيير كثير من المفاهيم كمان، يعني بنتكلم لو غيرنا مفاهيم المرأة وغيرنا حياة المرأة وغيرنا حياة الشباب، احنا بنتكلم على تغيير ثقافة مجتمع بشكل كبير. وبالتالي الاهتمام بهذه الفئات مسألة مهمة جدا. الاهتمام بتنمية الصعيد أولوية للأمن القومي وليست مجرد أولوية تنموية، أولوية للأمن القومي. احنا بنحافظ على هذه المحافظات من الانزلاق وراء التطرف، من الانزلاق وراء تبعات الجهل والمرض والتخلف. بنتكلم على تنمية حقيقية بتوفر فرص عمل في للسكان في أماكنهم، وبالتالي بنحد من الهجرة الداخلية. هي مكاسب كتيرة جدا، وأعتقد أن الصعيد فعلا زي ما المرأة بتعيش عصرها الذهبي وعن جدارة، الصعيد أيضا بيعيش عصره الذهبي وعن جدارة. ويمكن شفنا أسبوع الصعيد والافتتاحات العظيمة اللي عملها سيادة الرئيس، هي أشعرتنا كلنا بكل الفخر من ما يتحقق على أرض الصعيد. ملف مهم جدا ما زلنا مع الوطن. ومصر تتصدر سرعات الانترنت في افريقيا. الاتصالات بفضل تطوير البنية التحتية تصدرت مصر الدول الافريقية الاسرع في خدمات الانترنت الارضي لشهر يناير 2022، تحتل المركز الاول و86 عالميا بمتوسط سرعات وصل ل 35.67% ميجا بايت وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن مؤشر اوكلا سبي تيست العالمي لقياس سرعات الانترنت. الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قال ان الوزاره تبنت مشروع لرفع كفاءه الانترنت منذ بدايه عام 2018، واشار ان كان ترتيب مصر من حيث سرعه الانترنت في 2018 في المرتبه ال40 من الدول الافريقيه. متوسط السرعه كان 6.5 ميجا بايت في الثانيه. وخلينا نتوقف عند هذه الارقام. طبعا الانترنت ما بقاش رفاهيه زي زمان، بقى من ضرورات ومتطلبات الحياه الحديثه، خصوصا طبعا بعد جائحه كورونا واتجاه الدوله بكل اجهزتها ان احنا يبقى عندنا الرقمنه في كل حاجه، افتتاح الجمهوريه الجديده، افتتاح العاصمه الاداريه، مدن ذكيه، ان عندنا الانترنت بقى حاجه اساسيه في حياتنا بشكل كبير جدا. النقله
اللي حصلت من 2018، بنتكلم ان احنا كنا رقم 40، السرعه 6.5، دلوقتي بقينا المركز الاول، السرعه 35.7. يعني الحقيقه ده تحول كبير، يعني خلينا نعترف فعلا بالمجهود الكبير وبالاستثمارات. احنا بنتكلم انه هذه النقله وهذه الخطه الكبيره التي حققت هذه النقله بلغت تكلفتها 2 مليار دولار، يعني بنتكلم فيما يقارب 32 مليار جنيه، يعني بنتكلم على دولة عندها إرادة حقيقية لتغيير هذا الوضع، والحمد لله أنه تغيير هذا الوضع تزامن زي ما حضرتك أشرتي مع أزمة فيروس كورونا، فاستطعنا أن احنا نعتمد عليها في التعليم الإلكتروني، استطعنا أن احنا نعتمد عليها في بناء الشبكات أو المواقع المتعلقة بالتسجيل لتناول أو أخذ اللقاحات، بنتكلم على بنية تكنولوجية بيتم تطويرها، خدمات الحكومة الإلكترونية، الآن الدولة بتتوسع في خدمات الحكومة الإلكترونية، كل ده ما ينفعش يتعمل إلا بشبكة إنترنت قادرة، ثابتة، سريعة، قادرة على تلبية احتياجات التنمية في هذه الدولة. أقمار صناعية كمان تم إطلاقها. أقمار صناعية، السياحة، الحجوزات، كل الخدمات اللي بتقدم، إحنا مجتمع كبير، إحنا عددنا يتجاوز 100 مليون، ما ينفعش إن كل هذا المجتمع الكبير يعتمد على الخدمات المباشرة، فكرة إن كل واحد يحتاج خدمة لازم يروح للمصلحة الحكومية، خلاص ده بقى من الحاجات الماضي من الماضي والقديم، وبالتالي يجب إن إحنا نتجاوز هذه المسألة. طيب المسألة كمان، إحنا دلوقتي كنا من 4 سنوات رقم 40، الآن رقم 1، ده تطور مهم جدا، وأنا أعتقد أن الرؤية المصرية لن تكتفي بهذا الإنجاز. إحنا دلوقتي مش طموحنا أن إحنا يبقى تصنيفنا الأول على إفريقيا، أنا أعتقد أن طموحنا دلوقتي أن إحنا تصنيف عالمي بالظبط كده، وندخل في شراكة بقى مع دول كبرى ومع قارات أكثر تقدما زي القارة الأوروبية عشان نحسن مستوانا ونحسن قدراتنا، لأن ده زي ما حضرتك قلتي بيحسن كمان صورة الدولة، خدمات الدولة. النهاردة السياحة بيتم حجزها على خطوط الإنترنت، الخدمات المصرفية العالمية بيتم عملها من خلال الإنترنت، كثير من الخدمات في الجيل الخامس لخدمات الإنترنت بتعتمد بشكل كبير جدا. العاصمة الإدارية كلها قائمة عقل مصر الإلكتروني، هتبقى كلها كده بالظبط، وبالتالي كل قواعد البيانات اللي بتقام لكل المشروعات بتبقى موجودة على شبكة الإنترنت، وبالتالي هذا الإنترنت أنا متفق تماما مع حضرتك ما بقاش رفاهية، لا ده بقى أساس من أسس الحياة، ومصر لديها القدرة ولديها الكوادر البشرية ولديها الإرادة اللي تخليها المرة الجاية إن شاء الله لما نيجي نتكلم على التقارير، مش هنتكلم على أفريقيا، هنتكلم عالميا تحسن مركزنا، ويمكن ندخل إن شاء الله من 20 الأفضل على مستوى العالم، ونعتقد إن ده مش صعب على مصر بكل ما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية ورغبة. لازم نوضح كمان للمواطن، لأن بيبقى فيه بعض الشكاوى، واحنا بنسمع طبعا ان هو بعض الشكاوى من بطء الانترنت لكن احنا بالفعل على ارض الواقع السرعه بتاعتنا زادت بشكل كبير، لكن مش معنى ان في خلل في احدى الشركات او في ضغط من ان احنا العدد دلوقتي الاول كان بيستخدمه 1 2 مليون، دلوقتي مفيش حد ما عندوش انترنت. صحيح. فالضغط ده برضو يعني لو ما حصلتش هذه الطفره كانت مشكله واردة. كبيره. عايز اقول لحضرتك دي اخطاء تشغيل ووارده، واكيد كلنا ممكن يكون واحد فينا عنده مشكله، ممكن يكون المشكله في المنطقه اللي ساكن فيها، في السنترال اللي موجود، خلل فني موجود، ده حقيقي وده واقع ولابد ان نتعامل معاه، واعتقد انه اي حد عاوز يطور لابد ان يتعامل بكل جديه مع هذه الشكاوى، لانه في النهايه عايز يحسن، لكن احنا بنتكلم على المستوى الكبير، على مستوى الدوله كلها، على بنيه تحتيه بقى كامله، وكل المدارس تم توصيل شبكات الانترنت ليها علشان نقدر نعمل المحاضرات ونعمل كمان الامتحانات على الانترنت. انا فاكره اول ما قالوا ان هو هيتم الامتحانات على الانترنت كانت يعني مسار لا وكان مسار للسخريه، ازاي وما عندناش انترنت ومش عارف ايه، لكن الحقيقه حصلت على مدى قدرنا نحسن الوضع، وحصلت اخطاء في التجربه في البدايه، لازم نعترف ان حصلت اخطاء، لكن المنهج العلاج كان حقيقه يدعو الى الاشاده ويدعو الى الاحترام، لانه تعاملنا بواقعيه وبجديه مع هذه المشكلات ومع هذه الاخطاء، المره اللي بعدها او السنه اللي بعدها الاخطاء اقل، اللي بعدها الاخطاء اقل، وهو ده نهج اي دوله واي مجتمع عايز ينجح ويتطور، مش هندفن رؤوسنا في الرمال ونقول ما عندناش مشاكل، لا عندنا مشاكل وبنتعامل معاها بمنتهى الجديه وبمنتهى الاحترافيه. بمناسبه الحديث عن الانترنت، جزء مهم بيستخدمه كتير جدا من المواطنين المصريين هو السوشيال ميديا باختلاف طبعا مواقعها، في اليوم السابع حلم ثراء السريع، خدعة جديدة تحاصر رواد السوشيال ميديا، أشهر طرق في عالم النصب الإلكتروني أبرزها مغازلة الشباب عبر رسائلهم الإلكترونية، طبعا بتبقى هذه الطرق عن طريق استدراج الشباب قليلي الوعي والخبرة للنصب عليهم والاحتيال. يمكن الملف اليوم السابع ذكر البعض هذه الطرق، 3 طرق منها كلها تحايل على عقول الشباب علشان يحصل منهم على الأموال. فكرة
الحصول على الأموال وتكوين ثروة من استخدام السوشيال ميديا أظنه بدأ من قبل كده بشوية، يعني بدأ من استخدام الحياة الشخصية ربما للتجارة وجعلها جسر للشهرة والتباهي بأنه حصد أموال كثيرة وملايين الجنيهات بفضل هذه الطريقة، هي اللي شجعت يعني المزيد من الشباب على النصب أو استخدام السوشيال ميديا للنصب. للأسف الشديد يعني الحديث عن السوشيال ميديا حديث ذو شجون، ومش بس مسألة حلم الثراء السريع ولا النصب، لا الحقيقة السوشيال ميديا زي ما ليه مزايا كبيرة جدا وليه أدوار مهمة جدا، سلاح ذو حدين بالضبط. وللأسف الشديد أنه الاستخدام السلبي هو الطاغي وهو الغالب. للأسف احنا بنستخدم السوشيال ميديا بطريقة خاطئة في كثير من الأحيان، لا تؤدي إلى التوعية ولا التنوير ولا فكرة المشاركة الاجتماعية اللي المفروض أن هذه المواقع وهذه الوسائط ابتكرت من أجل تحقيقها، ولكن للأسف الشديد تحولت إلى وسائل للتفاصل الاجتماعي وللصراعات وللخناقات وللخلافات ولترويج النماذج زي ما حضرتك أشرتي، اللي هو عاوز بقى يحقق ترند وعاوز يجمع أكبر قدر ممكن من المشاهدات والمشاركات، وبالتالي للأسف الشديد استخدام سيء واستخدام خاطئ. حلم الثراء السريع ده للأسف أيضا أصبح من الحاجات اللي بيداعب بيها غرائز ورغبات كثير من الشباب اللي مش مدرك أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد للثراء، مش أن أنت تطلع على اليوتيوب أو تطلع على السوشيال ميديا تعمل فيديو غريب أو تعمل حاجة يعني غير معتادة فبالتالي كده تحقق فلوس. طيب هتحقق النهاردة فلوس وبكرة حد تاني هيعمل حاجة أغرب منك فبالتالي هياخد منك الترند، فندخل في منافسة وتدني لن ينتهي. علشان كده بقول أن الوعي هو السلاح الوحيد لمواجهة هذا الموضوع. واجهة فكرة التلاعب والنصب والابتزاز الإلكتروني أن احنا نبقى عارفين ما نستخدمش روابط من مواقع مش واضحة، ما نستخدمش ما ندخلش على صفحات ما عندهاش مصداقية، ما اديش بياناتي الشخصية أو أحط بياناتي الشخصية بأي شكل من الأشكال، نقلل شوية من استخدام الحاجات المجهولة والتطبيقات الغريبة، وفي نفس الوقت كمان لابد أن يكون عندنا ثقافة استخدام السوشيال ميديا بوعي. بس ده عالم مفتوح يا دكتور، يعني مين عليه مسؤولية أنه يقود قطرة الوعي عند الشباب اللي بيستخدموا السوشيال ميديا؟ الإعلام، الثقافة، التعليم، البيت. وبالترتيب لو ناخدهم من واحد لاتنين، البيت. البيت الحقيقة. البيت طبعا، ما بقول لك البيت رقم واحد. لابد أن تبدأ فكرة ان احنا ما نبقاش نستسهل ان اولادنا طول النهار سايبينهم على السوشيال ميديا، بيستخدم السوشيال ميديا بدون رقابة بدون متابعة، على الاقل الاب والام مشجعين. الحقيقة احنا بنلاقي العديد من الفيديوهات بيبقى فيه تواجد للاب والام بمنتهى الاريحية والفيديو بيبقى محتوى غريب جدا، وده مشكلة، ودي مشكلة ان احنا بيبقى عندنا مفيش رقابة ابوية، مفيش متابعة، الاب والام مش عارفين بنتهم بتعمل ايه على التيك توك او بتشوف بتعمل ايه على اليوتيوب او الحاجات دي كلها، لازم يبقى عارفين ولازم يبقوا شايفين، ولازم يبقى انا رايي الشخصي انه لابد ان يبقى في قواعد انه في سن معين ما ينفعش قبلها يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، لابد انه يعتمد على الحاجات الابتكاريه، استخدام الثقافه التقليديه، القراءه، التعامل مع المصادر التقليديه للمعرفه قبل ما يدخل عالم السوشيال ميديا، لانه لما هيدخل في هذه السن المبكره مش هيبقى مستعد لهذا الطوفان من التغيير والطوفان من المعلومات والافكار. فمهم جدا ان احنا نحدد لاولادنا سن معين، مهم كمان ان احنا ما نسيبهمش طول النهار على السوشيال ميديا، لازم نوجد لهم ادوات اخرى للتاثير وللحوار وللنقاش، ما يبقاش السوشيال ميديا هو ده العالم الافتراضي اللي عايش عليه طول الوقت. النقطه الثالثه وده المهم بقى، المصادر الاخرى للمعرفه والثقافه والتنمير اللي بتقوم عليها الثقافه، وزارة الثقافة والشباب والرياضة، الإعلام لابد يكون ليه دور مهم جدا، وأظن أنه يعني قنواتنا الحقيقة بتحاول تعمل ده من خلال التوعية واستضافة خبراء، لكن ده برضو لسه مش كافي. في برضو يعني عشان الواحد يقول له اللي عليه، لا في برضو بعض اللي بيلجأوا يعني الزملاء يعني كان بيلجأوا لموضوع الترند هم نفسهم، يعني هو ده نوع من أنواع بالعكس، يعني احنا ماشيين مع الموجة علشان اخد برضه مشاهدات، لان فاقد الشيء لا يعطيه. للاسف الشديد اذا كان في البعض من اللي المفروض ان هم ينوروا الراي العام ويوعوا الجمهور هم نفسهم بيسيئوا استخدام السوشيال ميديا، انا اعتقد ان دي مشكله كبيره جدا عندنا، وللاسف في ناس بدات بالفعل او يعني بتسيء استخدام السوشيال ميديا وبتساهم في اثاره جدل واثاره خلافات ونقاشات لا داعي لها. انا اعتقد ان احنا للاسف الشديد محتاجين ان احنا نغير ثقافه استخدام السوشيال ميديا. كل الشكر لحضرتك طبعا ضيفنا الكريم الدكتور اسامه السعيد نائب رئيس تحرير جريده الاخبار، شرفتنا وفدتنا يا فندم. شكرا ليك يا دكتور.